مساكم الله بالخير. اليوم على هالجو الحلو مسيرة علينا الشيف المحبوبة حبيبتنا كلنا، من غير ما اذكر اسمها تعالي طلعي لهم. حياك. هنوف البلهار. الله يسلمك. هنوف نسولف انا وياها وعدت لي عن طبخه عجيبه غريبه. قل لهم. اي فالطبخه قالت انها في امريكا وضاقتها وعجبتها، وطلعت الطبخه احنا قلنا هم يسمونها هناك جامبو، وكان ويوم عدت لي الطبخه طلعت لا تشيلي لا تشيلي جامبو تشيلي جامبو سميناها تشي جامبو. تشي جامبو بطريقتي. بطريقه هنوف، فهي فيوجن ما بين الاكل المكسيكي والاكل الجامايكي او مال لويزيانا عدل مخلوطين مع بعض. صح. هي عاد الحين الميكروفون عندها، هي بتعد لكم شنو طبختها وتمسي عليكم ونشوف التشي جامبو شلون تصير. مساكم الله بالخير وكل سنه وانتم طيبين. طبختنا اليوم فيها مقادير وايد، بس هي وايد سهله وسريعه، والاحلى انه يعني حق رمضان احلى ليا كسر 10 يوم خلاص الواحد يمل من الاكل المعتاد شوربة العدس والهريسه والريش كل يوم كل يوم، فهذا تغيير لكم عشان تعرفون شلون تعطون على قولتهم حلاوه حق رمضان الشهر الفضيل. حلو باختراع الطبخات اليد صاد. هي الفكره فيها اللحم المفروم والبيكن والسوسج. نعم. اللي ما يبي هذا ممكن يشيله ويحط سي فود، واللي ما يبي ممكن يخليها فيجيتيريان باقي المكونات اللي فيها، ويصير يحط بعد دياي بدالها. ممكن يحط دياي. فيا دياي يا لحم يا سي فود اللي هو الشريمب على قولتهم الربيان والسمك المقطع اللي هذا ايش عاد تصير الجمبلايه على قولتهم الجمبلايه جمبلايه جمبلايه. هذا هو اللحم المفروم بيكن السوسج، في فريش وفي اللي يبي المدخن المدخن نكهه ثانيه، وعندنا البازاليا، عندنا اللوبا، عندنا اللي هي الكيدني بينز الفاصوليا البيضاء الكبيره والحمراء، وفي السوداء اللي يحب. عندنا بعد معجون الطماط والبصل الاخضر والفليفله اذا اللي يبي حاره الهولنديه او يبيها عاديه او يبيها بارده. الفكره كلها وين تصير؟ بالبهار. البهارات مختلفه بالضبط. عندنا اللي هو الكيجن اللي هو البهار الامريكي الرئيسي. البهار الامريكي الكيجن نعم، على الطباخ الساوث هذول اللي عندهم مالت الجنوبيين هالتكساس وربعهم ايرانهم. وفي انا ضايفه عليه كركم، هذا عاد فيوجن الكويتي بالضبط. فلفل اسود. واللي هو الفلفل الاحمر الهندي العلوب، العلوب الحار هي لازم تكون حاره شويه بالضبط، وكزبره وبابريكا. بابريكا بابريكا نوعين. نعم. في اللي هي المدخنه السويت سموكت هذه السويت بالضبط، وفي العاديه انا ماخذه اللي شوي مدخنه سموك على النص يعني، والاهم هذا اللي هو الوشستر صوص. وشستر صوص كلكم عاد تعرفونه بالسوبر ماركت اللي هو الصوص الانجليزي بالضبط. نعم. اول شيء بنسويه بنحط البيكن عشان ينزل دهنه. نشغل الشوله. بسم الله. ونسينا نقول اللي هو المكون الرئيسي العيش. اي وعندنا العيش كهرباء. العيش ناقعينه. نعم. بالضبط. نحتاج المقله هذه بعد؟ هذه المقله حق الباميه. حق الباميه. الباميه راح تصير هي الجارنش مالتنا. ها بنزين فيها. بنزين عادة فيها. عادة هم هناك يطبخونها وياها، إذا كان جامبو يطبخون الباميه وياها. بالضبط. راح نحط ثلاث أرباع. البيكن اللحم المقدد سواء كان لحم بقر أو لحم تركي اللي هو ديك الرومي. فاحنا نستخدمين اليوم. اليوم تركي. لا شو اسمه فيل. فيل ها عجل. لا ومغذى الحليب فعشان شي لونه أبيض بعد. طيب. خليني أصب هني زيت. ولان اللحم بعد بداود في دهنه شويه بعد اللحم المفروم. نعم. مستخدمينه في دهنه دسم. فما يحتاج ان احنا نحط وايد. نعم. شوف بدت راح تطلع ريحه الدسم مالت البيكن. هنا حالات انا احبها مقرمشه. انت شو تحبها؟ اي مقرمشه ونس. اي تاخذ راحتها. زين تبين اسوي شيء هني حق الرايس؟ الحين اللي راح بعد ما نخلط الخلطه كلها بنحطها مع الرايس برايس كوكر. خوش ممتاز ممتاز. حلو. شو اللي اذا فاتح تضيفين لها بهار او شيء ولا بتخلينها بس تقرمش؟ بس شوي انزل دهنها. أي. واحط شوي البهار مع الثوم وبعدين احط اللحم المفروم وياها. ممتاز ممتاز. يفضل اللحم المفروم بداود انه يكون خشن. خشن. اي اساس شوي تطلع النقوص وياه. يبين الطعم ماله. اي ترى انا لما رحت لهم هناك وانا اسولف مع الله يسلمها بنيتي هنوف اقول لها عجبتني اكله وفيها باميه وفيها مش عارف ايش، كانت تقول لي بعرفها وانا اسويها احسن منهم بعد. قلت لها هذه الساعه المباركه، انا هذا اللي اتمناه وبشوفه. ولا وحالاتنا نسوي شيء جديد. نعم. ونضيف لنكهتنا. عادل نعم. ترى هم الامريكان شو اللي يميز طبخهم؟ ان كل من جاي من ديرته. نعم. وامريكا. عادل. نفسنا احنا. بدل ما احنا بالكويت نفس الشيء خلينا الاكلات وكوتناها. كوتناها.
الفواكه تقريبا الحين بدها تنزل دهنتها. ما بيطلع دهنتها، شو بدها تطلع ريحه الحماس حلوه الصيفي، وهذا نطريح ما عشان ننزل فيه الباميه. بس احتاج عشان نشيل الباميه، وين ايوه هذه نحط فيها الباميه لما نقليها. اعتقد انها حمت النار شوي. اي حاميه، نشوف نجرب. قطي واحده توها. بعد شوي الحين بضيف اللحم، لان جذورنا يبرق. نضيف اللحم المفروم فوق ال اوكي. بسم الله. واعطيني عنك نودي المغسله على طول. يتحمله هذا الجدار؟ يتحمله ان شاء الله. فهو الحين عطى طعم البيكن اللي هو طعم القلاي بالضبط، وطعم اللحم. بسم الله. راح ابدي اضيف بهاري، بهارات اللي هو بهار الكيجن. يعني اخذ البيز عشان امسك الجدر وابتدي افر. تقريبا حطيت 3 كفاش كبار. الله شوف شو طلعت ريحتها، صدق غريبه، مو ريحه بهارنا. لا كركم. ايوه عشان على قولتهم كان في زهكه ولا شيء تشيلها. نعم بالضبط. ودي احط الفلفل الاسود بس لاني حاطه علوب حمر. ما يخالف، لا حلو الفلفل الاسود يلا. مع اللحم هو اللي يعطي النكهه. طبعا بصل ما ضفتي بصل بعدين؟ البصل الاخضر اخر شيء. وهذا الفلفل الحار، ترى الاكله حاره عدها. واذا تبون تقصرون كيفكم. مش الوطه. نعم على قولتكم مش الشطه. مش الشطه. هذا بنخليهم حق الزينه. ايوه. وهذا كزبره ناعمه اللي هي الكزبر عادي. طبعا هي يبيلها حماس على نار هاديه عشان على اساس الدهنه اللي فيها تنزل تطلع دهنتها كلها. وبابريكا قلنا لكم البابريكا هذه الميديوم، لا هي المدخنه مره واحده ولا هي العاديه، بالنص. انا احب الاسبانيه ابو داود. اي اللي يستخدمونها في البيلة اللي مالتهم صح، وايد لذيذه. لان هم عندهم الاسبان بالذات هم اللي عندهم اكثر من نكهه، عندهم الحلوه. اي نعم. وعندهم الحلوه المدخنه صح، وعندهم المدخنه الحاره. حلو. فعاده ما اخذها منهم واسويها. شوف اقتراح الله يسلمها هنوف، قالت لي يبا بنسوي البيلة، قلت احنا مسوين البيلة، والحين قاموا اغلب الاوادم عرفوا حتى قاموا يسوونها بالرايس كوكر، نبي نسوي شيء ما يعرفون يسوونه، فهذه نضيف لهم نكهات جديدة ما تعرفون، لا تقولي لحد سواها من قبل. أول مرة. أعتقد البامية. البامية أوكي، بس خليني أنت كاملي حماس عشان لا أطشر عليك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حار جدرك. إي حار حار، ديري بالك. طشرت أول شيء وخري وخري شوي. دير بالك لأن فيها ماي. ما يخلي وخري شوي، الحين بحط عليها المقطع. أيوه. زين. وين المقطع؟ اي نذكره بالخير فواز، فواز العميم الشيف. إيه؟ فواز مو عنده ماك مكبوس؟ إيه لا ايش اسمها؟ مشقوزي. مشقوزي سوري. إيه؟ مشقوزي سوري يا فواز. مشقوزي الحين مشهوره عند كل من كان، بس لين الحين السيكرت عنده اللي يسويه. إيه هو ما حد يسويه. لا 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 ما حد يسويه، هو ما حد يقدر يغلد احد. نعم. انا عندي القناعه كل ما خليني اشيل الحين هذه قبل. بسم الله كذي اوكي. ها اي حلوه. نقلي. واليوم الله على على خالنا معطينا خوش جو. الحمد لله. الحمد لله اي والله، نسايم هواء خفيفه. وكنا خايفين من الحر بس اشوى. يقولون مطر. مطر ان شاء مطر على الخليج الحين. مطر خير ونعمه من رب العالمين. اي والله خير ورحمه. بشيل من هذا الدهن اللي قلنا فيه البيدي الباميه وبنحطه حق ما راح نقطه نستخدمه حق الجدر. اي. اخلي شويه بس. شويه. بعد؟ بس. بس. ورده مره ثانيه. بنحط عليه اللي هو الثوم. هذا الحين عاد الفيوجن مالنا احنا. بسم الله. بس ثوم ولا كزبره بعد؟ والله نحط كزبره بس اللي عندي قضت. حنيبة انت بتجيبي ثوم ليشترك؟ ايوه. فهذه الطشه بنحطها وين؟ هذه بنحطها مع الباميه. مع الباميه ها؟ وش؟ سلام.
الحين كل المصريين اللي ويانا قالوا ها شيء اشطر عليكم الملوخية. والحين بننزل اللوبة. اللوبة عدل. وانا تبينها بعد شوي ولا كافي كذي؟ بعد شوية هتتحمر. هتتحمر ها؟ عشان تصير مقرمشة مع الجارنش كله. حطيت الحين الكيدني بينز وبحط الفاصوليا الحمراء. ممتاز. والبازاليا بحطها اخر شيء. حلو عشان البازاليا ما لها روح. كلش. وتبين لونها يظل اخضر حلو. بالضبط. بس بحط معجون الطماط. ايوه. طبعا هو اختياري اللي بيحط يحط. لا حلو المعجون فيه عشان يعطي اللون. هم عاده ما يحطون معجون يحطون اللي هو البيوري. بيوري ايوه مجهزين بعد يتجمع البيوري بس هو يعني هذا بمقامه. بس كافي. بيعطي لون ونكهه. هذا اوكي؟ هذا قضى. يا سلام. فيوجن فيوجن من قلبي. نعم. يعني مغيرين ومبدلين. اختراعات هنوف عجيبه اليوم. الله يسلمك. ما عليك زود. سلمك. كل من يسالني عاد صدق طباخه بهالنطاعه؟ يعني صدق نفس اللي احنا نشوفه قلت وانطع بعد دكتوسي رحله. الله يسلمك. هذه التونه نحتاجها حق لا ما نحتاجها. بسم الله. الحين اللي راح اضيفه اللي هو شوي من البصل الاخضر. نعم. ايه. وبعدين راح اخذ العيش مع الخلطه هذه واحطها بالرايس كوكر. ايوه. ونسوي الطبق الثاني. وهي بالرايس كوكر ترى بنساقيها في التشيكن ستوك. ايه او شوربه الدياي. والسوسج راح يصير من فوق راح ينضى مع العيش. ينضى ويا العيش. نعم. بالضبط. مقطع ولا كذي؟ لا لا على عداله. على عداله. هاي تبي كذي تبي لها خبزه واكل الحين لذيذه صارت. هذه بس ما يبي لها شيء. هي فيها وايد اشياء بس لا هذه ما ابتلت للحمل. لا انا اليوم ماخذ راحتي. بالعافيه الساعه المباركه. هي الحين صارت على قولتهم سويت تشيلي. عجل. بس يبي لها شويه كاتشب. ايوه. وتصير ايه وتصير سويت تشيلي. نعم. ما شاء الله. اسوي عنك؟ يلا. انا هذا قضيت منه. حطني البيس بس. تفضل. وانا بجيب العيش احطه بالرايس. ايوه تمام. نعم. تبادلنا المواقع الحين. شغال ها بدوي؟ اي شغال. خلنا نطق الخدمه. على قلبه شوي مع الزيت اللي حطيناه. حلو. بعيد عنك اسوي انا؟ لا لا زين. ريحه الباميه عجيبة ها؟ إيه مع طشة الثوم بس أجيب. الحين نضيف عليه. طفي الشولة بيز ثاني تحطه كله؟ كله؟ اي لا خلي شوي لا اقصد يعني تنشبه وياي حبيبي؟ يلا بسم الله. أنا بقت شوية عاد حق عقب. إيه بالعافية. لأن الجدر هبابة ياخذ المقدار. شنو بنحط الحين؟ الحين بنحط المروق وبعدين بنصف عليه الصوصج. انزين. المروق هذا هو؟ إيه شنو يبي له معجون أبو داود؟ انزين حطي فوقه مو مشكلة. أهو. ما عليه. ما دام احنا مطبخ القصار كل شيء نسوي. ما عندنا اي طب طبخات مو الفيوجن مالنا كيفنا نعم. كيفنا جدرنا وكيفنا اي أيوة والله جدرنا وكيفنا احنا بنوريكم اياه يعز لكم الساعه المباركه ما يعز لكم بعد انتوا رايكم في شيء يسويه ابو داود ما يسلمك وانت ما عليك ذود يا بنتي الله يسلمك اي أيوة والله قلبناه كله مع بعض لين تقطت الحبات العيش بال ال ال حتى ريحه الباميه مالت القلايفي نعم الحين الحين ايش كثر يحتاج له ماي؟ كم شيله عيش هذا؟ تقريبا هذا ثلاث شيل ثلاث شيلات ياخذ هذه ما الثلاث شيلات تاخذ دول كتمه تبي نزيده؟ شويه بعد عشان من الصوصج ياخذ منه هو اساسا ترى هذه الطبخه ما تصير نثري صح لازم تكون ترق. ايوه ما بين الشوربه والعيش بالضبط مثل بايلا شوي ايوه انا ادري بالحريم الكبار الحين وش هالصويت؟ وش هالبرابيس؟ انتوا ذوقوه اول يا عمامي وتالي يقولوا ذوقها ابو داود اذا تبي ملح ولا لا ترى انا ما ملحتها الا قفشه بس ان شاء الله الحين مع العيش بسم
كذي كافي. هذا؟ اي. البازيليا والبازيلا. بعدين نصف السوسج. عشان نبتدي بالطبخة الثانية. الحين بتطابخ بيطلع الشيء العدل. بعد الرايس كوكر ما يبي لها. لا ما يبي نروح على طق انا تستوى. بالضبط. ايه وهو العيش اساسا مغسول ومنقح فما ياخذ وقت وايد. وهم السوسج هذا راح ينضى معاهم. هذا ينضوي. نوزعه. شال. ناطعه. اي لذيذه لذيذه صارت صدق. خوش يعني. ترى حتى باجيها اللي بيزيد عليه شويه مروق يسوي شوربه. عادل ويقدر ياكله مع الناتشوز. احمد كان يبي ناتشوز احنا اللي متسلى فيه الحين. اي والله يبي له ناتشوز. بس نغطي. اوكي. وين المقطع؟ مقطعتي هذه؟ كاهي كاهي. ها بسم الله. ونرد لكم بعد شوي نسوي طبخه ثانيه على ما نسلع شغلنا. ردينا لكم مره ثانيه، هذا الجامبو او التشي جامبو احنا تشي جامبو. تشي جامبو جاهز؟ ها. شرب مايه ولازم هو يكون لدن كذي. بالضبط. عدل ونزينه عقب الاوكرا. والحين الطبخه الثانيه عندنا. الطبخه الثانيه اللي هي جراتان الزهره. نعم. بس في اضافات لازم احنا ما نخلي شيء بدون اضافات. نعم. اضافاتنا راح او خلينا نقول مقاديرنا اول شيء. نعم. زهره. وعندنا بيكن، جبن شيدر وموزاريلا. نعم. والبهار اللي موجود بهار الايطالي. الايطالي. جاهز مع شويه فلفل. نعم. وانا ضيفت لها ثوم. ثوم. والبشاميل جاهز. ممتاز. اوكي. اللي راح نسويه الحين مثل ما سوينا قبل شوي. بنحرك. نحرك البيكن. كاهي. تمام. بس يذوب شوي بنضيف له الثوم وبنضيف له اللي هو البهار. اي. الايطالي اللي هو الاعشاب الايطاليه اللي هم الاوريجانو والروزماري والروزماري مخلوط مع بعض الثوم والبصل المجفف. نعم. ومعاهم نوعين يحطونه هو بابريكا. ايه؟ ويحطون بعد ابو داوود اللي هو الفلفل الحمر. الفلفل الحمر. انزين عشان ما نوهكم قلنا البهار الايطالي اي مكان موجود ايطاليان سبايس اكزاكتلي او ايطاليان دراي هيربس. دراي هيربس. نعم بالضبط. بس هذا شوي بس تطلع دهنته شويه كان بدا يطلع الصوت. الحين نضيف له قفشة ثوم. قفشة ثوم. اللي ما يبي الثوم يقدر يستغني عنها. يقدر. مو اكو عندنا شيء يسمونه قصريات، هذه هنوفيات. هي تضيف على كيفها، شوف التيست كذي يعطيها وتضيف. وفي ناس ترى صلصة البشاميل يحطون وياها ثوم. نعم صادقه. اي فاذا حاطين بس ما يبي. ترى عشان تكونون بالصوره هذه الصلصات جاهزه الحين قامت تنباع جاهزه الصلصات مالت البشاميل. أيه. فاحنا يعني اختصارا للوقت جبنا الجاهز. عشان ما نقول لكم حطوا طحين وفل وبالزبده وضيفوا له حليب وحطوا له ملح شويه ومروق وياخذ وقت على الفاضي. الكل يوم الحين واللي ما تعب تسوي موجود جاهز. او تسوونه بروحكم على راحتكم. هذه البهار الايطالي. هيربس. أيه. ايوه. قفشتين ثلاث. المهم على مقياسكم. طلعت الريحه عجيبه. شويه فلفل اسود. طبعا الزهره إيه؟ حطيناها على الستيم لين استوت. اي نعم. ممكن اللي يبي البروكلي ممكن يبدلها ببروكلي. حق الفيجيتيريان اللي ما تبون البيكن تقدرون تضيفون بس البشاميل. البشاميل مع شويه مع السبايسز. اي نعم. انا ساعات احط شبنت، ساعات احط البورتوبيلو احبها. اي يعني احط هذه على هذا. ساعات احط الجرين بينز اللي هو البازاليا. فكله يعطي نكهات حلوه. ترى كل شيء موجود بالثلاجه، تبين ترى في بالك شيء قولي لي ورانا. بسم الله. بس مجرد طلعت ريحته بس ما يبي له شيء. حط هذا بعد. وهو اساسا ترى مملوح هذا الجاهز. ايه؟ وفي الطعم كله كامل. وغير ترى حتى البهار ابو داوود اوريدي. ايه؟ مملوح يعني ما يبي له شيء. اي نعم مملوح. احنا ننطرها بس شوي بس تنهض بس حرارتها. وعندنا الفرن مسخنينه يا جماعه جاهز. بحط ايه؟ الزهره. ها على عدالهم. على عدالها. اي والله صدق هذا الماعون بعد حلو. بس هذا ما يدش بالفرن. هذا ما يدش؟ لا 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 الصين ما يدش. حط الثاني. هذولي خوش شيء. القرنبيطه واختها. اي والله واختها. والله صادقين احنا المفروض حاطين واحده بروكلي واحده قرنبيط. ممكن. اي عشان صار خضر وابيض. صح. وبعد الناس تحب الالوان. اي اي. يصير على وايد حلو.
خضر وابيض، او الحين بعد قاموا يبون الاصفر ملون جابوا لنا صح المره اللي فاتت، ما قصر هذا صاحب الفان جاب لنا. انا بس كل اللي مشوقني اليوم هل الديكور العجيب اللي مسويته نهال المريان. نهال المريان ما قصرت يا نهال، صدق خوش ديكور عجيب، اعطانا اصلا جو وروح جديده حق البرنامج وايد مبدعة صراحة. ما شاء الله عليها. هو شذي خالص؟ شذي خالص. نصب عليه ونحط. تبي مغرفة ولا على طول؟ والله على طول. مغرفة ما لقيتها، بس هذه لقينا هذه مالت البيض تحليلها. أدني لك الجدر شوية هني. أطفي الجولة. بس كذا. من زينب شنو بالشدر ها؟ بنحط الموزاريلا والشدر، وأنا ساعات أحط عليها المونتري جاك بعد حلوة. حلو. وساعات بارميزان، هو كل واحد وذوقه يعني في الموضوع. نعم. هذه ممكن تصير ويبة سحور. ما حاشا سحور خفيف ولذيذ. هو خفيف ما شاء الله. أذن علينا العشاء الحين، بنكمل وياكم عقب ما يخلص الأذان. فحطينا مزريلا وحطينا فوقها الشدر. شدر. والشدر انواع. بنزينها بعد بالبصل الاخضر. بحط بصل اخضر وبحط شويه ذره من البهار. البهار مع الايطالي. بالضبط. شوي. بس بزين البصل الاخضر بداود عقب ما تطلع من الفرن. عقب ما تطلع عشان لا اساج عشان لا يذبل. حالاتها فريش. كذي بتدش الفرن. شكلها تهبل صراحه. دخلها تاخذ تقريبا 10 دقائق بس من فوق لان كل شيء ناضي. حلو بسم الله ديري بالك. بسم الله. ورد لكم. يلا شغلنا كله جاهز، وبطلع لكم الحين الجراتان من الفرن. بسم الله. بسم الله. ما شاء الله. هذه شوية. سميتها أبو داود؟ عجيبة. سميتها؟ تشيغامبو. تشيغامبو. يعني تشيلي وغامبو. صح. هذه التشيغامبو خالصة. هنجيب عاد احنا ملايسنا كله مال بو هباش. انا بزين لها بعد علب حمر وعلب خضر. ممتاز. مخلوط وياها الصلصج وكل شيء، ما تبي نحط شيء على شيء، كله كذي نفس الشيء. ها عشان زينها باللي عندنا. اوكي كذي ولا زيده؟ شويه بعد زياده بس هالوي يصير كنا هرم. نحط الباميه فوقه. اوكي كذي زيت مور ولا؟ لا بس زيت كذي. طبعا هذا الزود اللي تشوفونه هذا اللي بيطلع حق النقصه باذن الله. عاد عندي اسره متعففه ابو داود. نعم. غرامهم طباخك. سعادة مباركه. تنقص لهم اليوم. جزاك الله الف خير. وياك. شيل عنهم هذا الجدر. طبعا اللي يبيها شوي ملبوج اكثر او مروقه زايد ممكن انه هو يزيد يزيد الماء. يزيد شوية. الماء. احنا لان بين البينين مسوينها، ما هي لينه كلش ولا هي ناشفه. ايه. كلش. ولان بنستمتع ايه. بطعم كل ايه. المكونات اللي اشبه لها كانها بالخثره صارت كانها بال. ما شاء الله. قلبين لا عشان نيشان الحراره تواقع ام مبارك الله يسلمها. يا سلام. لا كذي مراضين طبقنا كذي خالص. عساكم من عواده اجمعين ان شاء الله. انت تبين يسوون كذي على بعض يعني؟ على راحتك سوها مثل ما تعدل. أيوة. ما قصرتي هنا على العنوه، ما قصرتي على الطبخه الجديده. جربوها صدق لذيذه، انا وايد عجبتني، اعتقد انتم تثقون في ذوقي وما يحتاج يقول يعني. الله يسلمك. هالديات الحلوه عسى الله يحرمها عن النار. ما قصرتي وياك. الله يسلمك. عساك من عواده. وهالطبخه الحلوه القراتان متعودين تشوفونها كلها، لكن هذه بتكون فور شيرنج عشان تجي رعيه البيت وتقص وتطاول، واحنا خلينا من البشاميل شويه. اللي تبي زود بشاميل تقدر تحط زود فوق، او انه يكون معونهم عود. او معونهم عود ويصير عود ويصير دائما داير. بالضبط. نشوفكم ان شاء الله على خير. على خير. ما قصرتوا. نشوفكم ان شاء الله في نقصه جديده مع طبخه جديده
مع رمضان جديد، كل رمضان وانتم بألف خير يا رب. امين يا رب اجمعين. حياك الله. الله يحييك.